خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن هذا النص البياني الساحر والتعبير القرآني الآسر يوقظ المشاعر ويحرك لواعج القلب ويضيء جنبات الفؤاد وينير أعماق النفس. أنت تقرأ آية النور فتجد أنك تغمر في النور من رأسك إلى أخمص قدميك، تقرأها فترتسم أمام ناظريك لوحة جميلة هائمة عرضها السماوات والأرض، تفيض نورا وتنشر ضياء وتنثر سناء، وينكشف للقلب المؤمن من الضياء والنور ما لا يدرك مداه. فسبحان الله وتبارك من أنزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يفيض هذا النور الهادي على النفوس فتشرق، وعلى العقل فيتوهج، وعلى الكون فيقمر، وكأنما الكون كله يسبح في فيض من النور. فما أعظم هذا النور وما أسعد ضياءه وأوسع دائرته وأشد توهجه. خالق الموت والحياة هو الحي، مفيض الحياة على الأشياء، في الغصون الخضر الجميلة، في الطير المغني، في الغابة الشجراء، في الكلام الجميل من فم إنسان جميل عذب شفيف الصفاء. فالحياة التي نرى قبس من نوره، فيه لمسة للبقاء. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.